رأينا أن نخصص الحلقة الأولى من برنامج في دائرة الضوء للتحدث عن الخدمات الصحية وما قطعته وزارة الصحة من أشواط مهمة في هذا المجال على مر السنوات الماضية، ثم سنتحدث عن إنجاز مهم بالنسبة لهذه الوزارة بل بالنسبة للمواطن بصفة عامة، والذي يعتبر قفزة في مجال تطوير الخدمات الطبية بصورة عامة، ألا وهو معهد العلوم الصحية